أكد صاحب سمو الملكية الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما أبدته الأسرة البحرينية في شهر رمضان الفضيل من استمرار بالالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية المتخذة يعكس الوعي المجتمعي الكبير الذي يتمتع به أبناء البحرين المخلصين وحرصهم على رفض الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 عبر استشعارهم بالمسؤولية التي تقع عليهم في ظل الظروف الراهنة، منوها بأهمية استمرار التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الوصول للنتائج المرجوة، وهو ما يعول عليه فريق البحرين في تجاوزه للتحديات بكل عزم وعزيمة. وقال سموه إن رمضان الأسرة جسد صورا متنوعة للتلاحم والتعاون المجتمعي القائم على القيم الأصيلة المتجذرة بين أبناء هذا الوطن الغالي، فكل فرد في هذا الوطن هو جزء منه يمده بالقوة في ساحة المواجهة، وبتكاتف الجميع وعزيمتهم سنحول كافة التحديات إلى فرص يتم استثمارها في مواصلة مسيرة مواجهة فيروس كورونا بما يحفظ صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين. جاء ذلك لدى ترأس سموه حفظه الله اجتماع اللجنة التنسيقية عن بعد بحضور أصحاب سمو والمعالي والسعادة أعضاء اللجنة، حيث استعرض الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 برئاسة معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة تقريرا حول الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تم اتخاذها بما يتماشى مع المستجدات العالمية للفيروس. ومن أجل مواصلة الحفاظ على صحة وسلامة الجميع خلال شهر رمضان وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19 تقرر بدءا من يوم غد الخميس الموافق 7 مايو 2020 في تمام الساعة 7 مساء ما يلي: السماح باستئناف عمل المحال التجارية والصناعية التي تقدم سلعا أو خدمات مباشرة للزبائن شرط اتباع الاشتراطات التالية: ارتداء الأقنعة وكمامات الوجه من قبل العاملين ومرتدي هذه المحال التجارية، تقليل عدد الموجودين بالمنشأة ومنع الاكتظاظ في المحلات مع ترك المسافة الكافية، الالتزام بالتعقيم المستمر لهذه المحلات وفق إرشادات وزارة الصحة، تنظيم الانتظار خارج المحلات وفق تدابير التباعد الاجتماعي حسب إرشادات وزارة الصحة، توجيه القطاع الخاص من قبل الجهات المعنية باتباع ما يلي: مواصلة تطبيق العمل من المنزل قدر المستطاع، مواصلة تقليل عدد العمال المتواجدين قدر المستطاع في الأقسام والمكاتب مع مراعاة تدابير التباعد الاجتماعي، مواصلة تقليل عدد المستخدمين لوسائل المواصلات الخاصة بالعمال من قبل الشركات، استمرار إغلاق دور السينما وكل صالات العرض التابعة لها، استمرار إغلاق المراكز الرياضية الخاصة وصالات التربية البدنية الخاصة وبرك السباحة الخاصة والألعاب الترفيهية الخاصة، استمرار اقتصار أنشطة جميع المطاعم والمرافق السياحية وأماكن تقديم الأطعمة على الطلبات الخارجية والتوصيل، استمرار إغلاق مقاهي الشيشة واقتصار أنشطتها على تقديم الأطعمة فقط من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل، استمرار إغلاق الصالونات، استمرار وقف بعض الإجراءات والخدمات الصحية غير الطارئة بالمؤسسات الصحية الخاصة، الاستمرار في تخصيص أول ساعة من فتح محلات الأغذية والتموين لكبار السن والنساء الحوامل فقط لتقليل المخالطة، استمرار منع تجمعات لأكثر من 5 أشخاص في الأماكن العامة، واستمرار الالتزام بالبقاء بالمنزل بقدر المستطاع والخروج للضرورة فقط، إلزام كافة المواطنين والمقيمين بارتداء الأقنعة وكمامات الوجه في الأماكن العامة. وقد أكدت اللجنة التنسيقية أن صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين
أولوية يتم الحفاظ عليها عبر ما يتم اتخاذه من إجراءات احترازية وتدابير وقائية يسهم فيها الجميع بوعيهم والتزامهم التام.